طبعا هذه البطولة تعتبر الأقوى من نوعها، بطولة عالمية للشطرنج. أتمنى أن نتحقق الأهداف المرجوة منها وتكون في تنافس قوي بين الأطراف الموجودين والمشاركين في هذه البطولة. طبعا هذه البطولة فيها تقريبا عدد كبير من اللعيبة المشاركين من دول مختلفة، تقريبا من 60 دولة. التنافس الدولي الموجود بينهم وتصنيفهم العالمي قوي جدا، تتخللها 9 أيام مدة البطولة. يكون فيها تنافس بين كل الفئات، في 3 فئات رئيسية للبطولة. الفئة الرئيسية للبطولة تكون متنافسين اللي عندهم تصنيف عالي، ومن ثم التصنيف الأقل وتصنيف الفيوتشر اللي هي المستقبل الأجيال الصاعدة، راح يكون في تنافس بين المستواهم قليل كتصنيف دولي.